السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بعد المقابلة الخاصة اللي عملناها مع راس الغول واللي نشحت واللي شجعونا باش نعملوا مقابلات أخرى مع أشخاص أخرين خرجوا من الإسلام ونعرفوا وجهة نظرهم واللي هما ما نجموش يعلنوا على أرواحهم اللي هما خرجوا عن الإسلام، وللعلم فما آلاف بل عشرات الآلاف داخل ما يسمى بين قوسين العالم الإسلامي خرجوا من الإسلام، ولكن ما تسمح لهمش الظروف باش يقولوا اللي هما ما عادش مسلمين، وخاصة من النساء. في الحقيقة ياسر اتصلوا بيا وذكروا لي المعاناة متاعهم وشنو يعانيوا من الإسلام والإرهاب الإسلامي داخل العائلات، سوى معناتها نساء سوى أولاد شباب، يعني على جميع الفئات. فهمت؟ منجموش مع الأسف يعلنوا اللي هما ما عادش مسلمين، ومنجموش يعيشوا حريتهم الفكرية، وهذه مأساة، مأساة كبيرة جدا يعني فيها اللي خرجوا من الإسلام. فما معناتها سيدة يطلق عليها، معناتها أنا باش نعطيها اسم مستعار لأن هي ما تحبش معناتها تقول اسمها شكون، نسميوها مثلا هاجر. هذه السيدة يعني اتصلت بي يعني البارحة وطلبت مني باش نعمل فيديو معاها ومقابلة، معناتها باش تفرخ قلبها كما نقولوا، فهمت؟ باش معناتها تقول شنو في قلبها. هذه السيدة في الحقيقة هي أول مرة اتصلت بي، عندها 3 سنوات وكانت في حالة ما تنجموش تتصوروها كيفاش، يعني كانت مدمرة كليا، فهمت؟ وعندما اتصلت بي معناتها بدأت تسألني، قالت لي بالحق، بالحق اللي الإسلام هكا، بالحق اللي الإسلام ما يحترمش المرأة، بالحق اللي الإسلام يعني كذا وكذا. يا أخي أنا قلت لها معناتها أعطيتها وقتها الشان بتاعي يوتيوب تعلموا دير ربكم، وفي الحقيقة سمعت الفيديوهات ورجعت لي وهي معناتها مصدومة، يعني مصابة معناتها بصدمة نفسية كبيرة ياسر. وهي ما اكتفتش بسمعان الفيديوهات فقط، بل قامت بالبحث متاعها، على خطر هي معناتها بنت مثقفة جدا ومعناتها عندها قدرات معناتها باش تبحث. ورجعت لي بعد فترة قالت لي ما كنتش نتصور لي الإسلام هكا، فهمت؟ يعني مصدومة. ومعناتها كملنا زدنا حكينا في الموضوع وسألت سؤالات وكل شيء، وفي الأخر معناتها قالت لي أنا مستحيل مستحيل نتبنى دين أو معناتها نعتبر نفسي تابع هذا الفكر الجاهلي المتخلف، كانت عندي فكرة غالطة عن الإسلام. المهم بعد ذلك يعني انقطع الاتصال بها، فهمت؟ كانت اتصالات يعني قليلة، مرة تتصل بي تقول لي راهو معناتها معناتها هي متزوجة، راهو زوجي معناتها منعني من الانترنت، ولا راهو زوجي معناتها نحالي البورتابل متاعي، أو زوجي حط كود للكمبيوتر. فكانت الاتصالات يعني قليلة جدا وكانت سريعة. البارح اتصلت بي قالت لي هل يمكن لي معناتها نعمل مقابلة، نحب نفرغ على قلبي ولو شوية، ولكن راه ما عنديش وقت ياسر على خاطر زوجي في الوقت الحاضر ماهوش موجود هوني، وانا نحب نعمل مقابلة سريعة جدا ونحاولوا معناتها باش نكملوها في اسرع وقت ممكن، وباش نحاول باش نتكلم بسرعة باش نعبر على الاقل جزء بسيط من المعاناة اللي عانيوه اللي خرجوا على الإسلام واللي ما نجموش يعلنوا على أنهم خرجوا من الإسلام. وفي الحقيقة أنا معناتها ما نجمش نرفض، بالعكس نشجع أي إنسان يعاني ويحب يفرغ قلبه من المعاناة اللي يعاني فيها بسبب الإرهاب الفكري، خاطر احنا ديما نتكلموا على الإرهاب الجسمي والتفجيرات وكل شيء، ولكن للعلم إن الإرهاب الفكري والنفسي والاجتماعي الذي يمارسه الإسلام في المجتمعات متاعنا داخل العائلات للشباب الصغار والكبار، وفي بعض الأحيان حتى المتزوجين تلقاه الراجل مثلا ولا المرأة تلقاه خرج من الإسلام وما يقولش، فهمت، للشريك متاعه أنه خرج من الإسلام ومضطر باش ينافق
كما قال فهمت راس الغول في الفيديو اللي قبل هذه، ان النفاق فهمت هو ركن سادس من اركان الاسلام. اذا معناتها نحاولوا في الفيديو هذه اللي باش يكون سريع جدا على خاطر السيده ما عندهاش وقت ياسر، وتخاف يعني يعلم الزوج متاعها بالامر وتتعرض معناتها للاهانات وللذل، وهي يعني عباره على مسجونه في اوروبا، يعني هي تونسيه ولكن تعيش في اوروبا، ولكن عباره على انها تعيش في دوله اسلاميه تطبق الشريعه الاسلاميه، سواء داخل فهمت دارها اللي هي معناتها المفروض تكون مكان حريه، او داخل المدينه اللي هي فيها. المهم هذه مقدمه بسيطه، ونشجع اي انسان يحب يتكلم ويعبر، النجم نبدل له صوته، النجم يعني نعمل اي حاجه غير يعبر باش العالم يسمع والناس تعرف المعاناه اللي نعانيو فيها. معناتها احنا مثلا، انا مثلا اعلنت، ولكن فما مئات الالاف مرتدين على الاسلام في شمال افريقيا والشرق الاوسط، وما ينجموش يعبروا على اراهم، وبعضهم مسجونين فهمت داخل الاسر نتاعهم وداخل المجتمع نتاعهم، لان سيادته الاسلام فهمت يعني يطرد ويحكم بالاعدام الاجتماعي، وفي بعض الدول الاعدام الفعلي لمن يخرج عنه، فهو عبارة على إجرام فهمت نفسي كبير، ولازم ننتبه للنقطة هذه. وقبل ما نبدأ هذه الفيديو باش نتعرفوا على السيدة هاجر، واللي هو اسم مستعار بالطبيعي لأنها لا تريد أن يعرف أحد من تكون، نحاول معناتها نحب نقدم هذا الشعر اللي معناتها سجلته بصوتها منذ تقريبا سنتين وأرسلته معناتها ليا، وبش معناتها تعرفوا معناتها المعاناة كيفاش معناتها اللي تعاني فيها هذه السيدة أول ما عرفت حقيقة الإسلام. وتفضلوا اسمعوا هذا فهمت الشعر الذي هو من القلب. قصيدة بعنوان تكبير. يا أيها الذين يقتلون باسم التكفير وهتافهم يعلو تكبير تكبير، خذوا الغزوات وارفعوا السيف، فمن لم يختر الإسلام دينا فدمروه تدمير، بهتاف يعلو تكبير. الحب لديكم نكاح من أجل التعمير، تسبون نساء ولكم ما ملكت أيمانكم ما يشمئز له الضمير، القتل الجلد الرجم والسبي الكل حلال باسم الدين وحرام أكل الخنزير. أنا امرأة أصرخ إحساسا وأقول لا لإذلال المرأة ولا لسلب أنوثتها ولا لمثنى وثلاثا ورباع، فما ذنبي إن كنت أغير؟ فلا تقول كلام الله ويعلو هتاف التكبير، فالله إن كان كبير فلن يرضى الحرب من أجله ولن يرضى بأن يكون له الدين نصير. أن الإنسان يصرخ ويقول أريد أن أسأل فدعوني أسأل، فما ذنبي إن كان لي عقل يؤمن بالتغيير؟ فإن كان حرام فكر التنوير وحلال حرب التكفير، فتكبير تكبير تكبير. تريدون الفردوس الأعلى، جنان وأنهار وزرابي مبثوثة وحور العين، ولكم ما طاب من الخمر، لهذا اخترتم أن تفجروا أنفسكم تفجير، من أجل أن الذين قتلوا في سبيل الله الجنة هي المصير. فويل لنا مما وعدتم، فنحن حزب التكفير نخاف حزب التكبير، أحللتم دماءنا بهتاف يعلو تكبير تكبير. فهل القرآن كلام الله؟ فمن خلق الكون وسواه لن يرضى لنا أن نتقاتل للقياه، فلا تكفير ولا تكبير ومعا من أجل التحرير. والآن نتعرف على السيدة هاجر. السؤال الأول اللي نطرحه الهاجر هو
ما تتنجمش تعرفنا على نفسها شوية باش ناخذوا فكرة على هاجر؟ تفضل. أنا إنسانة تونسية، كبرت في عائلة إسلام معتدل على الأخر، معناها مانيش شكلي نلبسوا حجابات ولا كيما نعرفش، أنا عشنا عادي فهمت. بعد الثورة مكريت أنتي شنو صار، هاي جايين معناها عباد بال يدعيوا للإسلام ودرشنية، وبدأت الفكرة أنه عباد تخوفك ورجوع الربي ونسيد سويت. أنا كأي تونسية معناها تلوج على مكتوبها كما يقولوا كل شيء، معناها قلت يلزمني ندخل لنطاق المجتمع باش أنا نكون كيفهم، باش أنا نلقى مكتوبي ونلقى حياتي ونعيش في خدمهم، معناها ما نعيشش منبوذة فهمت. تحجبت وما كنتش نعرف حتى فكرة على الإسلام، والحقيقة صليت مرة ولا اثنين معناها، أما قعدت متحجبة ما لا نصلي ولا نعرف قرآن ولا نعرف حتى شيء، ولا نعرف إيش قالوا ولا نعرف إيش فيه قتل ولا ما فماش، معناها نعرف هو الإسلام باهي والإسلام معناها وفرنا كل شيء، وأنا بركة اللي كنت معناها ربي مش هديني ولا وهداني، وتوا بشوية بشوية نعرفك الحب والتسامح هذاك الكريق اللي يقولوا فيه واللي هو بيان سور مش موجود. بيسمعني ساعة حبيت نسألك سؤال هوني معناتها في مجرى الحديث، يعني أنت من ناحية معناتها وقت وقعت الثورة أو قبل الثورة، يعني نتصور يعني أنك إنسانة يعني معتدلة تخدم على روحك، ماكش بطالة ماكش حد شيء، يعني عندك خدمة مستقرة ومرك مريقلة ما ينقصك حد شيء، موظفة على روحي كملت قرايتي ونخدم موظفة وعندي فلوسي واموري واضحه وما ناقصني حد شيء، معناها كنت عايشه حياه عاديه ونخرج نمشي المهرجانات وعادي، يعني كانت حياتي عاديه على الاخر وباهيه برشا فهمت. انت قلت يعني اللي انت لبست الحجاب، يعني تنجمش تحكي لنا على الظروف هكايا معناتها شنو مثلا، هل اشخاص قنعوك ولا وسائل الاعلام ولا شنو هي الحاجه اللي خلاتك معناتها تقرر اللي انت باش تلبس الحجاب ومعناتها وباش تطبق كما يقال معناتها الاسلام بحذافيره؟ وي وقتها نمشي للخدمه انا يقولوا ان شاء الله ربي يهديك وحتى كان خدمت ولا مستقبلك مضمون ولا دنيا، الهدايه هي تجي من ربي وكان ربي يهديك. ماك تعرف كي جات اللغه ذيك نتاع النهضه وقت اللي قبل الانتخابات نتاع النهضه جاتنا برشا احنا لغه في تونس، اون بليس تدخل الانترنت تلقى دي باج تبارتاجي الله والرسول والعباد، معناها الغرب الكافر غاير منك علاش عمل ثوره فهمت، غايرين من الاسلام خاطر هو اسلام الدين الحق وهما غايرين برشا غايرين فهمت، غيره ماكلتهم يعني. قلت انا صدقت الحقيقه اللي هما غايرين منا واللي احنا عندنا حضاره خفيه واللي في السبيطار معناها يقولوا لي طوب ودرشنية وربي أكل الريقة ذاك. بون أنا وليت وقتها نبكي معناها وخشوع، وقالوا لي معناها ريت أنت كيف تلبس حجاب كل شيء يجيب وقته، والصلاة تولي تنتظم بوقتك الدنيا بوقتك، المفيد اقتنع اللي أنت عورك والباقي شولة. يعني أثر يعني لباسك الحجاب يعني كان عن طريق الترهيب اللي عملوه لك الناس اللي حولك سواء في العمل أو غيره، لكن من ناحية العائلة بتاعك يعني شنو ما كانش عندهم تأثير في لبسك الحجاب؟ العائلة بتاعي أمي قالت لي سايب عليك بناتي حطمت روحك، أنا نعرفك باش تنحيه وكي باش تنحيه من بعديك نظرتهم باش تتبدل، سايب عليك وقعد كما أنت يا أخي أنت فاسدة، قالت لي أنت عادية معناها. وبالنسبة لدارنا أنا عندي أختي تبعتني معناها، وهذه مشكلة كبيرة، تبعتني وتبعوا عباد أخرين أصحاب وعائلات وتبعوني برشا، أنا من بعد في السبيطار أصحابي صغار ودرشنية تبعوني برشا، يعني هلكت مجتمع ورايا شوية، هلكت عباد قالوا أنت المتفتحة اللي معناها تحب العيشة اللي تحب المهرجانات اللي تحب درشنية اتحجبت، يعني إيش مازال فيها يعني علامات لآخرك تابوا. حتى هما تبعوك يعني؟ ولا تبعوني برشا، حكيت 50 ولا أكثر عبد اللي أنا نعرفهم تبعوني، وفما أنا نعرف عباد معناها كانوا متفتحين وبهين وجيراننا أصلا فهمت، فما فيهم شكون مشى لداعش، وذي فاز نحب نحكي عليها، أنا فما عباد يقولوا لا ميغيك وما لا ميغيك وما ما عندهم حتى دخل بيتاتر، فما شوية أما فما عباد أنا نعرفهم شخصيا وقراوا معايا
مشاو لداعش ونعرف الأسباب اللي خليتهم تمشي لداعش. بنات ولا أولاد؟ أنا حكيت أولاد، أنا حكيت معاهم شخصيا، كانوا يقرأوا معايا فهمت. وفما جيران منهم واحد طفل اتحطم جملة، وتوا أنا سمعت بيه، سمعت هكا اللي هو في العراق. الطفل ذايا في عائلته عندهم برشا صغار فهمت، وهو كل منسي شوية من العائلة، معناها ما همش لاهين بيه وما همش عاتين واعتباره فهمت. كان مشى دخل الحبس، وقت اللي صارت فازة حرق الحبس متاع ولاية من الولايات كما نقولوا، تحرق الحبس فهمت، ولاية المستير تحرق الحبس، خرج معناها هو كان في الشامبر الأخرى ما ماتش. كي روح حفيان يجري معناها لدارهم، وقعت له كي شوك، شاف الموت بعينيه فهمت. فك لحظة الشوك هذيك يلقى عباد جايين جماعة النهضة ودعاة وكل شيء، وربي نقذك وانتي معناها لازمك توا تعطي روحك لربي ونسيد سويت. ايفكتيفمون وقتها الدين وعمل لحية وفيسح فيسح قميص وفيسح فيسح السروال القصير وفيسح فيسح يعني، ولا كيما نقولوا احنا يظهر باكستاني فهمت. وبعد الى جواني معناها داعش، وهذا سيغاف فهمت. وبرش عباد كيف هو برش عباد، فما انا نعرف واحد كان يلوج على خدم ودنيا وكل شيء، ومن بعد كما يلقى جماعة نهضة مشروش بالشوكوتو ماذا يوفروا له خدمة وكل شيء. ومن بعد فيسع فيسع انا سمعت جاني اخبار وامه تبكي هكا مشي لسوريا، معناها كلهم اللي محطمين مغالمون يلقاو دعوة إسلامية تقول لهم فوالا انتم ما لقيتوش دنيتكم، احنا باش نهزوكم لاخرتكم. يعني انت تشوف معناتها بعد معناتها الثورة ان النهضة يعني خدمت ياسر من اجل معناتها السيطرة او اقناع كثير من الاشخاص للذهاب الى داعش او حتى الانتماء للنهضة. النهضة وفما حركة أخرى سلفية أبو عياض زادة إلى بيان تخافيه ويلقى الأرضية من الغنوشي، وخدموا على رواحهم بالقداء. أنا فما فازيت ريتهم معناه، أنا تخدم بيا معناه، قصدي أنا الأفكار ذيك سيطرت عليا واللي خلاني نتحجب. هما برشا التوى يخدموا مع النهضة والتوى يعني مبينين اليوم نهضويين وكل شيء. أنا تصور أنت وقت اللي تحجبت من بعدها بشوية وليت في بالي انا في الاخرة، وفي تصور انت تمشي تبدا نورمال البلايس اللي كانت العباد فيها شيخة ولا تحتفل ولا تعمل مهرجان، تخرج فيها ثورة متاع الاسلام والاسلام، خايبر خايبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. وانا ما كنتش فاهمة الفازة هذيك، اما تقالت برشا في دي مانيفستاسيون يعملوا في مجموعة النهضة فهمت، تعاودت برشا وتقالت برشا الكلمة هذيك، ويجري ويخليهم يعملوا ويزمروا بالكراهب والنهضة والإسلام راجع رغم كيد الكائدين. وكانت الخطابات اللي هي المعنية أمريكا والغرب الكل غاير من المسلمين وغايرين منا، وإحنا عربكم كوا معنية توينسا وإحنا مناش فهمت، يفسرونا في الفازات هذيك واللي يلزمنا نتوبوا وكهو ورجوع الربي والإسلام سينتصر كما قالوا. يعني هما في الأول معناتها يقولوا لك ارجع الربي، ومن بعد بشوية بشوية اللي نجموا يأثروا عليهم باش يهزوهم العمليات فهمت إرهابية يهزوهم، والأشخاص اللي يخليهم على عين المكان. هنا حبيت نسألك يعني المرحلة الأولى، يعني علاش أنت قبل مثلا ما تتحجب كنت تفكر مثلا في مسألة الزواج والعرس، ولا ما كنتش تفكر فيها؟ انا كنت نفكر، اما كنت نفكر بمخ منفتح، كنت نقول انا نلقى الحب، يا اخي عندي خدمتي وعندي حياتي وكل شيء، كنت نحب نلقى انسان يحبني بوغ دو بون شخصي باش نبني معناها عائله على اساس الحب وعلى اساس معناها التفاهم. وهذه حكايه صعيبه شويه في تونس، خاطر احنا تربينا في مجتمع اسلامي معتدل، والمعتدل خطير برشا، انه مثلا واحد يعرف وحده تحبه يحبها، هي تحبه بيان سيغ يلقاهاش تحبه، يولي يقول ما نعرفش انا فاز ده ويلعب بيه ويمشي اخو واحدة مثلا عمرها ما خرجت معاه. وهذه منتاليتي اخطر معناها من الاسلام الداعشي الحقيقة، معناها يقتلها بشوية بشوية. انت في الاول اذا معناتها كنت معناتها كيما نقولوا احنا انسانة عادية، لكن بعد لبست الحجاب وليت تفكر معناتها جديا بالزواج، وطبعا كان مش تعرس لازمك تعرس بواحد ملتزم.
اي كنت نفكر باش نعرس بانسان ملتزمك ورجوع ربي، كنت فرحانه اللي انا نولي مع راجلي ولابسه حجابي والعباد تمشي وتقول مصلي على النبي وهكاك يعني. يعني قبل ما تلبس الحجاب ما كنتش تفكر باش تعرس بواحد ملتزم يعني واسلامي؟ ما كنتش؟ ليه ما كنتش حتى نعرفهم المسلمين الملتزمين، كنا في عهد الزين نسمعوا بهم اخوانجيه وقتلين ارواح معناه. كنت شينا الرقم، انا حتى كي نشوف ملتحي في التلفزه كنت نخاف. بعد لبست حجاب كما قلت يعني رجوع الربي، فهمت، وليت تفكر باش تعرس بانسان يعني ملتزم. تنجمش تحكي لنا معناتها كيفاش معناتها المسيره نتاعك باش تعرفت على هذا الانسان الملتزم؟ انا معناها ما كان معكي فتحجبت ما عادش عندي ابواب باش نعرف حتى حد، فهمت، حتى كي يجي حد يحكي معايا ليه وملي 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 ديريكت جاء انسان ملتزم معناها من الباب، اما ملتزم هذا خطر كبير يعني اللي جاني لي انا، فهمت. كيفاش تعطينا فكره؟ تعطينا فكره على هذا الملتزم يعني ما غير ما انت ذكر التفاصيل شكون هو ولا كيفاش، خلينا نركزوا عليه هو كشخص ملتزم يعني مسلم معناتها يطبق في الاسلام نتاعو، ما غير ما تقول لنا حتى تفاصيل شكون هو ولا كيفاش، خاطر احنا نحبوا معناتها يهمنا في العبره نتاع الفكره وما يهمناش في الشخص بحد ذاته. اي العبره اللي هو الساعه نحب نقول حاجه، اللي هو مش تونسي يعني من دوله اصلا من الدوله اللي هو منها ملتزمه دينيا للعنكوش يعني التزام كبير برشا بالدين، واخواته متنقبين وعائلته متنقبة ودارهم الكل يعني بالنقاب. نقاب يعني مش حجاب، نقاب نقاب. نقابات كلهم نقابات، أنا ما كنتش نعرف راه، أنا كيف حكى لي هو وجاي لتونس معناه باش يعرس بيا وكل شيء، كيف قال ملتزمين يعني في بالي كيف ما أنا التزمت يعني، باقي ما مشاش في بالي نقاب وجلباب طويل ولا جامي، أما لقيتهم الكلهم متنقبين واخواته رجال باللحي يعني امور ما تسمع في الدار كان ما شاء الله ما شاء الله والخير لله والدنيا لله، الحاسيل وزنزانه كبيره عملوها لي في مخي. وما شافكش انت معناتها انت ما كنتش متنقبه وقتها، كنت عباره على لابسه حجاب فقط. لابسه حجاب وبالحجاب لابسه سروال جين عادي معناها حجاب كيوت تونسي. اي اما معناتها هو وقتها تقدم لك فهمت، ما طلبش منك معناتها انك تتنقبي ولا حاجه فهمت؟ ليه هو كان في تونس عادي، حتى اني خرجت معاها بلاش حجاب اصلا يعني، انا نهار فديت الدنيا سخونه، انا وقتها في تونس كي تحجبت الدنيا تسخن ما نجمش يعني نتحمله، هلا غالب ما نجمش نتحمله يعني، معاه نخرج منحيه وكل شيء وبعديك نقول له اوكي تو كي نمشي لامك تو نغطي لها روحي، معناها اصلا حتى باش نخمم في ربي وقتها ولا يقولوا منافقه ما كانتش فازت منافقه، كانت انا فازت عايشه اوكي العبره في القلب كما نقولوا معني وصلت لدرجه اني نقول الدين في القلب كوا. باهي هذا عرس بي في تونس طبعا ومن بعد مشيت تعيش معاه في الخارج. تنجمش تحكي لنا معناتها التفاصيل كيفاش تم العرس وكيفاش تم قبوله من طرف عائلتك وشنو هو ردود فعال امك وبوك وفهمت بصفه عامه يعني. بصفة عامة كل أمي شوكي فمها محلول، أخواتي شوكي منين جبتهن شنو هذا كيفاش، قلت لهم أنا رجوع ربي وأنا باش قررت باش نعرس به وباش يهزني للحج وأنا صيي أنتم تسعوا على الدنيا أنا لقيت آخرتي ونبكي وأنا الحمد لله والرضا لله ودراها لغة أنا وقت الحقيقة كنت معناها في قلبي اللغة ذيك، معناها أنا حتى كي أسلمت ولا تبعت الإسلام ولا شنية كنت قريبة لك الروحانيات الصوفية شوية قريبة ياسر لك اللي نصدق ما كنتش نعرف حتى شيء على القتل فهمت، وكنت بقلبي هكا نبكي ونقول ربي حبني نرجع له ربي حبني نتوب ونحمد في ربي وقتها. طبعا انت وقتها ما يهمكش الجنسية نتاعو المهم يكون مسلم يعني. يكون مسلم وقلت انا سيد الدنيا ما عادش فيها الخير يلزمني نخمم في الاخره يعني انا على الاقل تاخذ واحد يخاف ربي. كانت همي الكبير اني ناخذ واحد يخاف ربي يعني باش يحترمك وباش يقدرك وباش يعطيك القيمه نتاعك، على خاطر كانت عندك فكره ان الاسلام يحترم المراه. ايه كان عندي فكره للاسلام هو اللي كرم المراه، المراه كانت تحت الصفر معناها والاسلام هو اللي اعطاها كل شيء. اي كيفاش ما عرست فوالا كمل كلامك. عرست بيه وكنت هذاك الكل فرحانه وكل شيء، واللي انا اصلا ناسيه الجو نتاع حياتي
كل شيء، حتى كي نرقد نتنفس بالسيف وقتها نقول توا باش نموت وتوا والاخره والحمد لله اللي انا اخترت معناها انسان اللي مناسب. تصور انت حتى في علاقه حميميه بين مراه ورجلها ما كنتش نحس انا، ونقول تومبي تومبي في الاحساس الجنه جايه. ولا هذه حكايه حبيت نقول عليها انا النقطه هذه، خاطر فريمون ساعات احنا بحكم الاسلام نسى تختار راجل يخاف ربي وش يهمك في شعورك، وكانه المراه ما عندهاش حتى شعور. والنتيجه كانت اللي انا معناها التوا ما حسيتش حتى اي حاجه يعني مع الشخص ذا، يعني ما عندك حتى حب ليه يعني، حتى احساس. اي تنجم تزيد تحكي لنا اكثر على معناتها كيفاش مشيت معاه، وكيفاش معناتها كيفاش عشت معاه الايامات الاولى في رضا الله؟ يعني انت معناتها في بالك اللي لازمك ترضيه ولازمك تكون مطيعه ليه ولازمك تكون، احكي لنا على الحاجات هذوما، يعني كيفاش عشت حياتك الاسلاميه الاولى يعني، فهمت؟ رغم اللي انت في الاصل كنت مسلمه، يعني ما كنتش كافره ودخلت في الاسلام، الا انا كنت مسلمه معناتها تقليديا وليت مسلمه كما نقولوا احنا بالتطبيق. احكي لنا كيفاش عشت الايامات الاولى مع هذا الشخص. انا جيت لهنا اول ما جيت ساعه تصدمت ونقول هذه يا اخي الخارج لوروب ولا شنية، يعني الحومه اللي احنا نسكنوا فيها الكلهم كيما يشبهوا لداعش، يعني قميص وواكي السروال واللحيه بكلهم، كي نقول لك 80% 80% صعيب باش تلقى واحد شعره اصفر اوروبي، يعني صعيب صغار. النساء كلهم بنقابات في الحومه اللي انا فيها، والرجال كلهم بالقميص والواحد واللحيه. وقتها دوبا ما هبطت انا تصدمت، قلت له انت عرفتني؟ قال لي انا عرفتك في المطار. قلت له كيفاش احنا جينا احنا الزوز غلطنا في الدوله الاوروبيه، انا خذيت الطياره بالغلط وانت جيت للمطار الغلط يعني. وما هو قصد الاتكي، انا في بالي قصد الاتكي لايران ولا الباكستان ولا الافغانستان هذيك الكل. بالي ماهيش اوروبا، وما صدقتش اللي هي اوروبا بالكل. وقعدت هكاك مصدومه. هاي الحسين وقال لي هيا نهزك لدارنا وكل شيء، اما راهو الحجاب هذايا مش باهي، لازمك انت تلبس توا حجاب اكحل وكل شيء، معناها الامي باش هي تفرح بيك. وقتها انا مصدومه، اما قلت اوكي بالله خلينا نتبع السارق الباب الدار، هاي هاني باش نمشي معاك. مشيت وما شاء الله وما شاء الله، والنساء كلهم بنقابات وجايين عباد من الاخر في اوروبا، وهما يقعدوا النساء منفصله على الرجال، معناها ما فماش اختلاط بين المراه والراجل غادي. ما شفت كان النساء معناها ورجال من البعيد، قلت لك معناها يفصلوا النساء على الرجال وكل شيء. روحت انا وقتها للدار وقعدت نقول له راني شوكي راني درشنيه، قال لي توا صلي وتوا ربي هون عليك. الحق وقتها نصلي انا، وليت قلت ما عندي شيء، انا خليت خدمتي، انا خليت كل شيء، شنو مازال لي كان نصلي. يعني بطلت خدمتك اللي كنت تخدم فيها واللي كانت يعني مستقره وكل شيء، ومشيت معاه لدوله اوروبيه خلقيتها قندها. ايه نصلي ونقول يا ربي شنو هذا، يا ربي عاوني. ومن بعد قلت ايا على قليله كان نجيب بيبي توا ممكن نفسع ونمشي نهج بيه ولا نعمل حل. اما ذكر كل وانا ما زلت مسلمه. نهار صارت لي تنابزت انا معاه، وانا حبيت نخرج من الدار وكل، قلت له راني ما عادش نجم هذي كل ما عادش نستحمله، فهمت؟ يا اخي جاوا دارهم يقولوا لي راك امراه وراك درشنيه والمراه هذيك والمراه لازمها توعى راجلها والمراه هكا، وباش نعلموك كيفاش طيب وباش نعلموك كيفاش تعمل. قلت لهم لحظه هذي كل موجود في الاسلام؟ قالوا لي اي. قلت لهم عندي ليكم مفاجاه، مانيش مسلمه ماله. انا وقتها كنت قلتها بفدلك، فهمت؟ وبغش وطلعت فوق البيتي وقعدت نطلب في ربي، نقول يا ربي سامحني راني انا قلت لهم مانيش مسلمه وراني ندرى شنو. راجلي قال لي برا امشي اقرا واقرا القران واقرا على الايمه وكل شيء، وتوا ترجع مسلمه يعني سينوم كيفاش انت تو هكا، وانا راني ما نجمش نسلم فيك. هزني لصاحبه يحكي بالعربيه ومثقف برشا هكا، لكن الراجل هذا اوروبي اوروبي ويحكي على الدين وامام وكل شيء. يا اخي انا قلت فريمون معناها هو يحكي على التسامح، لكن الراجل هذاك منفتح زادة. قلت له انا حتى ونقرا امان، خليني نقرا ونشوف شنو الدين، فاسكو الاسلام صحيح ولا غلط.
بديت نقرا نشوف هكا في الانترنت، اي نهار بالغش كتبت اسلام ليه اسلام ليه اسلام ليه. انا قلت حتى كانوا صحيح، انا جو ريفيوز معناها باش نكون مسلمه من الشوك اللي كليتها. كتبت اسلام ليه تحت باج سي وخاينه كريم العبيدي. كونتاكتيته انا بالوقت وقعدت نحكي لك، انت تعرف كريم اللي انا قعدت نحكي لك ونقول لك راني شوكي شنو هذا راهو معناها. نتذكر وقتها تقريبا قبل عامين ظن ولا ثلاث سنين، ثلاث سنين التالي هذا كان، ثلاث سنين التالي اي وقتها شوكي لقيتني انا قلت لك انا بالغش على الاسلام، قعدت نقول اسلام ليه اسلام ليه اسلام ليه، طلعت لي باج بالحق اسمها اسلام ليه دوت كوم. معناها فما عباد اللي رافضته بالحق، يا قلت صار مش كان انا معناها اللي باش ندخل لجهنم، هاي خان كونتاكتي وخاينه نتاع النار هذا يعني نتاع النار، سامحني في الكلمه جريجول. نورمال نورمال. انت بالنسبه للمسلمين هكاك معناها اسمك، وانا وقتها كنت نقول هكاك، قلت هذا ظهر فيه تونسي وانسان مدابو كاتب اسلام ليه، انا في بالي صارت لك مصيبه كيفي خليتك يعني هكاك. من بعد بديت نعرف يعني على الاسلام، وكل ما نعرف نزيد نتشوك اكثر يعني في الاول وقت اتصلت بيك يعني كانت عندك معناتها مآخذ على الاسلام، ولكن معناتها تبحث على الاسلام الحقيقي، يعني قلت مستحيل يكون هذا الاسلام هو الصحيح. اي ونسال فيك انت كنت تفكر، نقول لك يا اخي بالحق محمد قتل، انت تقولي اي بالحق يا اخي بالحق درشنية، انت تقولي اي بالحق، ومن بعديك قعدت تقولي ادخل للسلسله نتاعي ذي، تعرف الحكايه الهيستوريك نتاعو وكل شيء كيفاش يعني وقت اللي قبل ما يدخلوا لك على الباج نتاعك على اليوتيوب. كنت تقولي راني قاعد نحكي على الهيستوار نتاعو، ادخل انت وشوف الحكايات بالحق ولا لا، وكان مش مصدقتني هكا فما الكتب اللي انا ناخو منهم انت تنجم ترجع لهم مراجع يعني. وانت بديت البحث نتاعك؟ بديت اي نسمع ونقرا نسمع ونقرا. وعلى فكره انا وقت اللي كنت مسلمه هذه الفازه اللي حبيت نقولها، دوبا ما جيت وقتها مازال رمضان ما جاش، وبعد جاء رمضان يا اخي انا نمشي للجامع، مشيت للجامع زاد هذاك شوكاني شويه، نسمع فيه الراجل وفي قلب انجلترا، اللهم دمر الكفار، اللهم لا تخلي لهم لا دار ولا حد شيء ولا شنو. يا اخي انا قدامي امراه مغربيه تصلي واحنا في التراويح، همست وقلت لها امان تو كان باش يهلكها البلاد هذيا اوروبا يا واحنا باش نتهلكوا فيها، قامت تضحك هي وانت وكل فيها تو كله يدعي كي نروحوا، وانا وقتها ديجا كنت نفدلك، قلت لها يدعي بالشر كي نروحوا ولا نوصل على القليله لميمتي لاباسه. هي قالت لي محقوش لما حالما هما دمروا اخواننا في سوريا، هما دمروا اخواننا في العراق، وهما دمروا فلسطين، وهما دمروا الحاصيل. هذيك معناها اللي الاكثر الحاجات اللي خلتني انا نخرج من الدين. وكيفاش تنجمش تعاود لنا معناتها بعد البحث نتاعك اكتشفت اللي الاسلام كل ما كنت تعرفه عن الاسلام قبل هو الكل غلط؟ اي الكل غلط، وانا تصدمت اكثر سورتو من كيفاش قتل. انا كنت عاقده فيه النواره محمد، في باليش قتل حتى واحد، انا كان في بالي كما فيلم الرساله العباد تجري في جرته وهو هارب عليهم في غار حماه وربي يحمي فيه بعنكبوت ومسكين دافي يعني حد وحد روحه، لا من قال خيبر خيبر يا يهود ولا من قال الشيء ذيك الكل. انا اللي فات انه اصلا معناها باش يقول كلمة خايبة ولا باش ينوي يقتل فإنه ما يكونش رسول، فهمت؟ وشنو رأيك معناتها في المرأة؟ يعني معناتها كانت عندك فكرة على أن المرأة محترمة في الإسلام، بعد لقريت المصادر الإسلامية شنو كيفاش ظهرت لك المرأة، وكيفاش أنت عشت الإسلام مع إنسان مسلم يطبق الإسلام بتاعه؟ هذا نحبو نعرفه. انا ديجا حتى كي كنت مسلمه قبل كنت نعرف اللي محمد معرس برشا نساء، اما ما كنتش عطيتها عين الاعتبار، وكنت نقول اوكي لكل جواد كبوه، هذيك هي كبوه، قلت جات رغبه جنسيه وبرا معناها باقي في بالي نحب انا اغزر كي انت تكون مسلم معتدل ديما ماذا بيك تنظف الساحه، ماذا بيك ما غير ما تشعر انكونسيامون ديما تنظف. كنت انا فايقه بالفازه ذيكا، اما نقول بربي رسولنا وباهي وكل شيء، جيت نزوه نساء عباد اخرين قتلوا وذبحوا، انا في باليش قتل معناه جيت نزوه نساء تخليه يعيش ما خير يفرغ الطاقه في الشيء ذيكا باش يهرب من اليهود ولا يفرغها في القتل، معناها كنت نبرر له انا في هذايا بيني وبين روحي كنتك على المخده معناها.
كنت نعطيه مبرر. وعلى فكرة أنا قبل كي كنت في تونس كنت نعرف طبيب كان قرا وتخرج في الاتحاد السوفيتي، كان ديما يعيط لي يقول لي تيجي تيجي أنت مختلفة على الناس، أنا نحب نكفرك محمد، يقول لي متاعك في بالك اللي هو بيدوفيلة. أنا نبدأ نضحك ونقول له ليه ليه أنت تفضلك معايا، محمد مخذيش عايشة وهي صغيرة، يقول لي وراس بنتي بيدوفيل، ويبدأ يضحك فهمت. وكان الإنسان ذاك من قبل في عهد بن علي وكل شيء، وهو معناها ملحد ومبين. أنا كي يقول لي هو ملحد أنا ما كنتش نعرف إيش معناها ملحد أصلاً. يعني شنو كنت، شنو رأيك، شنو كنت تفهم من ملحد؟ يعني كنت تفهم الإسلام اللي هو رحمة وخير، والإلحاد شنو كان بالنسبة لي؟ الإلحاد أنا كنت نقرأ برشا جون بول سارتر. الإلحاد عندي هو كان إنسان من المعاناة نتاعه ولا سوفرانس هذيك والفازة اللي تربى كيفاش ولا جاته شوك، حب يتحدى الإله، معناها هو موجود أما حب يتحداه، معناها فازة معاناة داخلية تخلي الإنسان يتحدى الإله. هيك كانت فكرتي أنا على الإلحاد، وكنت نعذرهم من الملحدين ونقرأ لهم، أما ما كانوش جميل. لقيت أنا ملحد كي كريتيكي لا ريليجيون، ديما يحكي مثلا على الاكزيستونسياليزم الوجودية وما وراء درجنية كيما سارتر وسيمون هذوكم، يعني اللي كنت أنا نقرأ لهم. معناه ما جيتش فازت أني أنا دين وينتقدوه في المباشر كيما توا. كيما توا توا تبدل الوضع يعني ولا أنا حتى الكتب اللي قريتهم كانت إلحاد يعني داخل في السوسياليزم والفلسفي، ما فماش نقد عيني عينك. الفازات ديزاكت بالحق صاروا يعني في حياتنا. إذا ما أنت عندك فكرة على الإلحاد قبل هو أنها فكرة فلسفية فقط؟ أي فلسفية وجودية. نجمش توا تحكينا كيفاش عشت الحياة الإسلامية كامرأة مسلمة متحجبة مطيعة لزوجك خاضعة ليس لك مشاعر؟ تعطينا فكرة كيفاش حسيت هذه يعني الشيء اللي عشته؟ أنا ساعة وقتها بطلت يعني أني نمارس أي حياة حميمية مع زوجي، معناها ما عشتش ما هبطتش راسي يعني اللي هو، وهذاك الشيء اللي شجعني اني نخرج. انا تربيت في تونس، تونس معناها باللي كان باللي درشنية، يعني انا تربيت كامراه كريمه معناها على روحي وبكرامتي فهمت، فما خضعتلوش بالكل. يعني ما خضعتلوش حتى فتره صغيره؟ لا جمله يعني تمرت من اول نهار، تمرت على الاخر من اللي عرفت تمرت عليه. والمشكل فين؟ هو يقول لي انا ما نجمش نسلم فيك خاطر انت مش منافقه، لكن هو مش هذاك اللي يخليه مش يسلم، ما يسلمش فيا. معناها هو كانسان مسلم عقيم يحب يكون مع امراه باش العباد يقولوا هاوكا هاوكا معرس فهمت، ولكن هو يعني مثلا هو خبى عليك العقم نتاعو. بيان سيغ، هو اللي يهمه ارضاء المجتمع، يقولوا هكا راجله بداره وبمرته، المجتمع الاسلامي اللي هو في وسطه معناه ما يحكمش عليه. اي طومبي لحياتي انا ماني الا مرأة، معناها شكوني؟ يعني كذب عليك، يعني هذا مسلم ويكذب، يعني اخفى هو الكذب في الاسلام جائز، معناها باش تحمي روحك وباش وعلى المرأة جائز، وعلى المرأة جائز. اي الكذب على المرأة. يعني كيفاش ترى كمل احكي لنا كيفاش يعني قررت باش تخرج من الاسلام وتعلنوا اللي انت ما عادش مسلمه؟ صح نحيت الحجاب ولا كيفاش؟ نحيت الحجاب في الشارع عينا. كيفاش ترى احكي لنا؟ احنا مروحين من دارهم يقولوا لي حجاب وما حجاب وما حجاب، قلت لهم انا وحجاب، وبديت نعيط وحجاب، وهما يهديوا فيا ويقولوا صارت لها هيستيريا. قلت لهم هستيريا ولا مش هستيريا، هاو الحجاب ذي طيشته في الشارع. قالوا لكش دخلك جنة لبسك جن ولا شيطان؟ باقي يقرأوا هما ويتمتموا، أما أنا الحومة اللي نسكن فيها إسلامية خرجت لهم البرا نحكي بلغتهم ونقول لهم الكلكم منافقين، الكلكم المسلمين قتلتونا حطمتونا حطمتوا لي حياتي، لازمكم تفيقوا. قلت لهم باش تمشيوا انتم للحريات أنا نتهرب في حياتي، معناه أنا قلت لهم برشا كلام المسلمين. يا اخي انا البشره نتاعي بيضه شويه، فهمت؟ جاني واحد وقتها مسلم نتفكر جارنا، قال لي هو خذاك ودخلك للاسلام. قلت لهم ليه هو خذاني وخرجني من الاسلام.
في بالهم انا معناها جي كونفيرتي ومن بعديك هكا علاش لقيتو صعيب عليا. قلت لهم لا مش هذاك، قلت لهم انا في الاصل مسلمه لكن خرجت وباي باي. اي ناحيه الحجاب شنو كانت رده فعله هو كي ناحيه الحجاب؟ كانت رده فعله هو مازال ما يحبش يخسرني على فاست العقم نتاعو، فهمت؟ قال لدارهم ولا يفسر لدارهم ما نجموش نبدلوها بصعوبه ولازمنا نتفهموها، وهي انسانه تونسيه والتوانسه متفتحين وهما دخلوا يشوفوا على تونس كيفاش، يلقاو تونس معناها عايشه عادي. قالوا انت اتحمل مسؤوليتك. ايوه تحمل مسؤوليتك، يعني احنا معناها مش نخرجوا من الليستة متاع الورث ومن الليستة متاع لائحات الفلوس وكلي عندهم وكل شيء ونعيشوا في الفقر. يعني حسبوك يعني ما عندكش الحق تورث، ما عندك الحق في حد شيء. ما عندي الحق في حد شيء، دونك عندي الحق كان نخرج نخدم انا ونضحي وباش نخلص معاه الكري وباش نعمل كل شيء انا اشتر بشتر. يعني نحالك كل الميزات متاع المرأة المسلمة اللي الراجل يصرف عليها، ولا ما عادش يصرف عليك، تصرف على روحك كل شيء وحدك. كل شيء وحدي. وقتلوا اللي انت خرجت ساعه من الاسلام جمله واحده، يعني الان يعني توا مثلا خليتك عندي قداش توا اكثر من 3 سنين وخليتك تبحث وكل شيء، نجمش تعطينا كيفاش المسيره هذه نتاع 3 سنوات كيفاش خرجت من الاسلام كومبليتمون؟ وهل انت الان يعني تعتبر نفسك ملحده ولا ربوبيه؟ انا خرجت من الاسلام بشوك كبيره وما زلت الشوك. علاش ما زلت الشوك؟ انا كي نمشي نلوج على خدمه لهنا انا باسبوري فيه الحجاب، انا عملت الباسبور جديد بعد العرس، جددت الباسبور بالحجاب. تصور انت العباد معناها في الخدمه يغزروا لك على اساس مسلمه، فهمت؟ ماك تشوف لهنا لوروب راهو مش اموند بارفي، لوروب فيهم مستويات من حتى شويه زاده، وفيهم اللي يضحكوا عليك وفيهم اللي معناها يقولوا سيختو توا تيروغيست وكل شيء يسميوك معناها هكاكا ولا يبداو متخوفين منك. معناها انا كي مشيت اللوج على خدم ندخل باسبوري فيه الحجاب ونحلو قدامهم من كل بشجاعه ونقول لهم انا معناها لبستو 11 شهر ونحيته بشجاعه، وانا راني مانيش معناها ما عنديش حتى صله بالاسلام وما نحبش حتى واحد يعاملني معامله اسلاميه او معناها يحترم ديني قدامي. وندخل نقول لهم فهمت الخدمه الاخرانيه لقيت بارشا نقد، خاطر نخدم مش مع اجونس، انا نخدم معاهم هما اون ديريكت، فهمت؟ دخلت مع شركه ذي نخدم اون ديريكت. معناها بارشا كيما مره عيط لي واحد قال لي واحنا نحترموك مدينا هكا وكل شيء وما نقولش. قلت له لا انا راني هذيك التصويره هذيك احرقها، اعمل فيها اللي انت تحب. خاطر وبديت نحكي له على حكايه انجلي، نحكي له على حكايه صدقني حسيته باش يبكي. قلت له انا راني معناها تدمرت واللي سير لي هدايا الكل منه هو، ما نحبش انت يعني تحس العباد او تحسسهم على فكرتي هكاكا اللي انا بالطريقه هذيك، فهمت؟ واللي انا معناها يعني انا قلت نحب نعيش انسانه عاديه، قلت له انا لومانيتي افونتو. يعني انت وقت توا معناتها قررت باش تخرج من الاسلام لقيت مشكله في اوروبا، يعني لانك ماكش مسلمه منقبه ومحجبه، المسلمين ما يخدموكش ولا ما يحترموكش، وفي نفس الوقت محسوبه مسلمه بالنسبه للاشخاص المتفتحين والانسانيين، يعني عندك مشكله بيننا ومنا، يعني هذا ما قبلوك وهذا ما قبلوك. جستومون هذيك هي اللي فاز اللي انا اصلا وصلت باش نخمم نقتل روحي، اما انا عندي شخصيه قويه، هذوما لا قبلوني وهذوما لا قبلوني. المسلمين ما قبلونيش كأنا مسلمه متمارده، والاخرين ما قبلونيش كأنا مسلمه متشده بحجابي، وانا ليه انا بين البنين، انا معناها يعني انا بين هذوكم الزوز، انا ما عندي حتى اي صله، انا بالعكس انا ملحده. وانا نحب نقول لو كان ربي هذيك متاع الاسلام موجود فاني انا معناها هو راهم مريض نفسانين كانوا موجود، كان مش موجود اقل خطر معناها على الانسانيه، ونجموا الرسل كعباد نعطيهم انا مبرر هاو مرض نفساني هاو معناها اي حكايه اخرى، ولا نجم نقول العدوانيه هي طريقه انسانيه معناها موجوده في فينا. اما باش يكون هو هكاك ربي للدرجه هذه معناها ما يحشمش، ما جيتش باهيه فهمت منه بالحق ما يحشمش. اي فوالا كمل خاطر بالحق حتى كي نشوف كيفاش يتفرج في مراه يرجموا فيها، وليت عندنا وقت نتفرج في الفيديو كيفاش المسلمين يتباهوا برواحهم
وما تحركت له شعره، يتفرج في العالم الكل ماكل روحه وما تحركت لهش حتى شعره، يتفرج في عبيد تموت وما تحركت لهش حتى شعره، ومن بعديك معناها باش يحاسبنا احنا على حاجات من عرش. انا تصور انا كاميرا معناها نحب نقول اللي في تونس بالحق قبل عنا الحق انها توصل وكل. انا اللي صار لي انا وحدي وحدي كانت عندي ظروف صعيبه، لكن انا فما جبل طويل طلعت، وانا بشويه 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 طلعت وبديت نخدم وثبت روحي في المجتمع. جاي هو راجلي هدايا واحد مسلم يدزني من فوق الجبل يطيحني ماك الاعلى قمه اللي انا طلعت لها، نهبط للصفر ومش هكاك عدم دامد ما نهبط خاطر هو دازك دزيت. هيك اللي صار لي. يعني خسرت مستقبلك العملي وخسرت كل شيء ولقيت روحك في دوله اوروبيه اللي نورمالمون يعني الحضارة والإنسانية تلقى روحك في مجتمع إسلامي 100% كانك في قندهار، ولقيت روحك توا أنك تخدم أي خدمة على خاطر هو خاطرك أنت مع أن ترفض باش تطيع وقطع عليك النفقة وقطع عليك كل شيء وليت يعني تخلص كل شيء بوحدك، يعني دمرك كومبليتمون باسم الإسلام. أي دمرني كومبليتمون باسم الإسلام ودمرت حتى نفسيتي انا، حتى كي نمشي ما عاد شكل الانسان اللي كانت قبل، ما عادش هك الروح هذيك ولا هك الانسان اللي تحب الديس ولا تحب الدنيا. انا ديما نمشي وحدي ووليت ما نلبسش بالباهي كيما كنت قبل هك بحب حياه ولا معناها عايشه نخدم ونعطي فيه ونخلص معاه في الكري ونرقد لا اكثر لا اقل. هو يرقد في بيت وانا في بيت، لا علاقه زوجيه ولا علاقه حب ولا احساس ولا خدمه باهيه ولا مستقبل ولا نظره عبيد باهيه. معني لهنا ينظروا لك كاساس. راهو الغرب بالحق ما نجموش يحكيوا في حاجات، اما نظرتهم علينا سيختو بعد اللي صار راهي مسخه على الاخر. انا تعرف الخدمه تصير لي ساعات نبزيات المخ ما يتحملهاش، مثلا يحكيوا عليك كهي زعمه باش تقبل ما كم كوا هما في نظرتهم اللي هي مسلمه ودرجني. انا كان موقفت لهمش اخر مده وحكيت حطيت لي كارت شو قابل معناها وقعدت ما مشيتش يعني مده طويله، وبعد هيك كي رجعت لهم رجعت بروحي قويه قلت لهم انا اذا كان ما تعرفوش شكون انا ما كومش باش تعرفوا كيفاش باش تتعاملوا معايا، وهذه حكايه خطيره. وقلت لهم حاجه اخرى معناها انا لهناك تجي لاوروب باش تدفع فلوس وبدرجني باش تدفع الفيزا، انا جيتي كونتر. انا كانت رسالتي واضحه قلت لهم انتم اللي باش تعطيوا حق انسان اوروبي في الحياه انا حقي نقتلعه حتى من الجبل، واللي انتم باش تقولوا على حق انسان كان كيولي بريطاني معناها ذاك مش حق. انا الحق الانساني اللي انا ناخوه وحدي وروحي معناها انا تو وصلت لتاب ما يقلقنيش كان باش ناخذ الجنسيه ولا ما ناخوش. حبيت نقول لك اللي انا مانيش فرحانه اللي انا خرجت من الاسلام. ماكش فرحانه علاش؟ علاش الجواب باهي برشا باش نعطيهولك. اللي انا يا ليتني قعدت انسانه ما نعرفش وما ناذي حد بالحق ما نعرفش راني سعيده، لكن توا انا وليت نعرف وصعيب باش نرجع لتالي وصعيب باش نلقى علاقتي مع المجتمع ولا مع عائلتي كما كانت قبل معناها كل شيء تكسر. فيا ليتني كنت انا هكاكة معناها ما نعرفش أمام تو فقدت اللي أنا كانت كل حاجاتي باللي تصير لي حاجات خايبين في الدنيا كما يقول أي تونسي نرمي حمالي على ربي اللي أنا ما نعرفوش. تو على شكون باش نرمي حمالي؟ لازمني ناقف أنا وحدي وناقف ونتيح وناقف ونتيح. لكن اقتنعت في الأخر سي لافي معناها اللي تغطرس عليك تغطرس عليه، واللي باهي معاك باهي معاه، واللي خايب معاك خايب معاه، وأنا في وجه لوجه مع الحياة. وهذه من أصعب المراحل اللي نجم يعيشها الإنسان. يعني أنت توا تعتبر روحك مسؤولة عن نفسك، يعني أنت تشوف معناتها الإنسان اللي يقبل الإسلام هو إنسان يعني غير مسؤول عن نفسه. كيفاش معناتها تقول ندمت اللي أنت خرجت من الإسلام؟ يعني مش أحسن تكون مسؤولة عن نفسك ولا تكون عايشة في وهم وخيال وتعيش الذل والإهانة وما عندك حتى قيمة؟ انا ما كانش ما عنديش حتى قيمه، انا كان عندي انا ما كنت انا نقصد سامحني ما كنتش تتبع الاسلام. هذا هو الاسلام، كنت مسلمه بالاسم،
يعني. لكن انا حبيت نقول يا ليتني لعرفت توا كعرفت معناها انا كعرفت ما الاسلام مازال ما تنحاش من الخريطه كعرفت. لكن اللي انا عرفته شو كاني معناها اللي انا عرفت قتل وذبح وكل شيء. فيا ليتني حبيت نقول يا ليتني قعدت كما قبل نعرف اللي هو حب وتسامح خير من اللي اكتشفت الحقيقه. تصور واحد مثلا يكتشف اللي امه قاتله ولا اللي امه زانيه ما بش يقول يا ليتني لعرفت. الاسلام كان قريب مني هكاك خاطر كان ديني. فيا ليتني لعرفت اللي هو مجرم، يا ليتني لعرفت اللي هو قتل ارواح، يا ليتني لعرفت اللي هو معناها حاله مرضيه. لكن اجرام الاسلام لا يتوقف على القتل والذبح، الاسلام يتوقف ايضا على اشياء اخرى منها معناتها القضاء على المراه، القضاء على شخصيه الانسان، على حريه الانسان في الاختيار. الاسلام يعتبر يعني نفاق هو في الحقيقة، كما قال مرة أخرى راسل غول في الفيديو قال لك هو ركن من أركان الإسلام النفاق. بيان سور اي، اما انا ذاك الكل ما كنتش نعرفه فقلت يا ليتني لعرفت. انا عرفت سي بون توا ما نجمش نرجع لتالي، ما نجمش ننظف له ساحته فهمت. اما يا ليتني لعرفت راني مع الاقل كانت عندي امكانيه اللي مثلا نرجع لتونس ونعيش لاباس ونلقى راجل اخر ونجيب صغار ونسيت سويت. اذا معناتها حبيت نقول لك انا اللي انت معناتها علاش ما ترجعش للاسلام وتعمل روحك منافقه؟ ما عادش نرجع خاطر الحقيقه اللي تعرفت تعرفت سي، ما عادش نجم تكذب على روحك كوا. ما عادش نجم عرفت كيفاش عرفت اللي معناها فيه قتل وذبح ودنيا وما زلت باش وانه يدمر المراه وانه كذا وكذا ويدمر الانسان ويدمر الشخصيه وكل شيء. باهي باش نقول لك حاجه، يعني انت علاش ما اعلنتش على الحادث؟ اعطيني الاسئله. انا ما اعلنتش خاطر اختر عليا، خاطر اولا كان روح لتونس ما كنتش تعرف، ولهنا زاد برشا تنجم تعرفوا كهو اختر يعني توا مخليها بينك وبين نفسك يعني. اوكي، تحبش تقول كلمة أخيرة قبل ما نختم هذا اللقاء شيق في الحقيقة؟ راهو نظن قلبك معبي ياسر، مازلت تحب تقول حاجات. الكلمة الأخيرة اللي أنا نحب نقولها توا اللي فريمون لازمنا احنا العباد لازم يقرأ ويعرف باش يوصل للحقيقة وحده، سينو راهو فما برشا عباد دمروها العباد المعتدلين اكثر من اللي يدمروهم يعني اللي قاعدين راديكال بالحق. اوكي نختم. شكرا هاجر وبسلامة. بسلامة عايشة. بسلامة بسلامة. شكرا هاجر على هذا اللقاء الجيد والممتاز، واللي معناتها يعبر على المأساة اللي يعيشها اللي خرج من الإسلام ومن الجمش يعلن اللي هو ما عادش مسلم، ولازم يعيش الكذب والنفاق في دارهم وما حوله في المجتمع متاعه، ومن الجمش يعلن حتى ولو هو يعيش في أوروبا يخاف لا يرجع لبلاده ويتعرض للمضايقات أو حتى للتهديد أو حتى للقتل في بعض الحالات. يعني هذا الوضع جدا مأساوي، فهمت، جدا مأساوي لكل إنسان خرج من الإسلام، وهم بالعشرات الآلاف إن لم أقل بالمئات الآلاف في العالم بين قوسين الإسلامي اللي عايشين هذا الوضع. وهنا حبيت نقول لكم حاجة، وإحنا من حسن الحظ أن كملنا اللقاء مع هاجر، ولكن أنا في آخر الفيديو قطعت الخصام الذي وقع لأن زوجها جاء وعلم بهذه المقابلة أو علم أنها تتكلم في التليفون ونحالها التليفون، وأنا توا ما عادش عندي اتصال بها حتى لين هي يعني يمكن معناتها تلقى حل ولا تتصل بطريقة أخرى. نتمنى لها أنها تكون لباس وما تعرضتش لأي إهانة أو تعنيف أو أي شيء آخر. هذا شن نجم نقول، وأنا متأسف جدا، وفي الحقيقة السيدة هاجر إنسانة جدا شجاعة وغامرت يعني مغامرة كبيرة جدا للقيام بهذه المقابلة اللي تعرف
شنو المعاناة اللي قاعدين يعيشوها الناس اللي عرفوا حقيقة الإسلام وعرفوا معناتها اللي هذا الدين فهمت هو مدمر للعقل ومدمر للنفس ومدمر للإنسان. ولازم زادا نوجه كلامي اللي يسميه رواحهم مسلمين معتدلين بين قوسين باش يدافعوا على كل إنسان خرج من الإسلام ويقفوا معاه، كان هما يسميه رواحهم بالفعل مسلمين معتدلين مش يشجعوهم على النفاق وعلى أنهم يقولوش الحقيقة. هذه مسألة واضحة وبينة، ومع فيديو قادم ومع إنسان شجاع آخر فهمت يحكي لنا على المأساة متاعه اللي يعيشها وهو داخل المجتمع الإسلامي سواء كان في أوروبا أو داخل العالم بين قوسين الإسلامي. وللعلم لأي هذه مع المقابلات اللي نعمل فيهم أنا راهم مقابلات يحكيوا على مأساة من لا يستطيع الجهر أنه خرج من الإسلام، أما من يريد أن يعلن أنه لم يعد مسلم ويجهر بإلحادة عندنا الأخ الكردي العزيز جدا جون براون واللي طبعا نحط الرابط متاعه، وأنا أي واحد يتصل بي معناته يحب يعلن على الإلحادة متاعه نبعث مباشرة للأخ العزيز جدا اللي المبادرة متاعه الجهر بالإلحاد، ووجه له التحية من هذا معناتها من هذا المكان وأعطيه التحية الكبيرة هو والأخ الفرعوني الكبير معناتها الفرعوني الشجاع إسماعيل البط الأسود نفس الشيء. ونتمنى أن المبادرات تكثر وتكثر لكي كشف حقيقة هذا المعتقد المدمر للعقل والنفس والجسد، ونحرر شعوبنا من هذا التخلف ونفتح الأبواب للحرية. وبسلامة مع فيديو قادم.